مش عيبه انك تقول انا كذا. انا بقول لك تاني وانت ما فهمتش الكلام، مش اعرض نفسي، انا بتكلم دلوقتي انا واحده عندي اعراض، ايه غير اللي بيتكتب على بطني؟ ايه لغايه دلوقتي؟ سيبني من وانا طفل. ايه لغايه دلوقتي بشوف ايه؟ مين بيكلمني؟ بكلم مين؟ ايه اللي بيحصل؟ انا الدكاتره هيسالوك كل ده، المعلومات والحاجات دي كلها بتيجي في دماغي تلقائيا، محدش بيوشوشني في وداني يقول لي كذا ولا اعمل كذا ولا الكلام ده. كل حاجات بتشوف حاجات لغايه دلوقتي بشوف. بتشوف ايه؟ بشوف زي مقابر، بشوف قول بصدق مش ايوه انا بشوف زي مقابر إيه؟ بشوف مباني قديمه. ها لا ما بتشوفش اشخاص. واكتر حاجه بشوفها اللي هي الحوار اللي افتل اللي عملنا اللي هي حاليا تاني كل شويه. ده بيتكرر معايا كتير جدا. طب وبتشوف شفت حضرتك برضو شفت حاجه زي في تل عمرنا هناك، شفت حاجه زي مبنى ضخم، يعني مبني باللي هو الطوب الني برضو اللي هو المبنى القديم ده. تمام. طيب انت بتشوف كل الحاجات دي، شفت زي بركه ميه، شفت زي خيول، بتشوف اشخاص وحاجات من دي كلها. بتشوف اشخاص؟ بشوف اشخاص بس غير التصورات اللي بتجيب، يعني الموضوع دوت فتح عليا زي ما تقول فتح عليا حاجات كتير، فبقى في ناس معايا والكلام ده. ايه بقى الناس اللي معايا دي؟ الناس اللي معايا دي بتشافش مجرد حاجات قصيره قد كده ما اقدرش افسر ملامحها. انت بتقول ناس معايا، معاك يعني ايه؟ معايا انا بحس بيهم حواليا. قاعدين معاك يعني؟ بحس بيهم. قاعدين معانا هم دلوقتي؟ قاعدين. انا بتكلم بجد. بس انا ما بحضرش حاجه. انت مخدود ولا ايه؟ انا قاعد مستني. طب انا بتكلم بجد، هم قاعدين معانا دلوقتي يعني؟ معاك انا ما بحضرش. انا ما اقولش بحد. انت بتقول انا بشوف حاجات معايا. انا بشوف حاجات حضرتك ما تقدرش تشوفيها ولا تقدر تشوفها. اللي هي ايه؟ بشوف حاجات صغيره وبشوف حاجات وبتوقع حاجات وبتحصل. انا بقول لكش انا بعلم علم الغيب، بس هو الطبيعي في حدث بتبقى مترتبه زي في زي يعني مثلا في حادثه هتحصل كمان ساعه ساعتين حاجات زي كده. توقع لنا حاجة. ايه؟ توقع لنا حاجة. توقع لكم حاجة زي ايه؟ توقع لنا حاجة. ما اقدرش. ليه؟ هتوقع لكم ايه دلوقتي؟ مفيش معلومات بتجيلي، انا ما بقولهمش توقعوا لي. هي الحاجات بتجيلي تلقائيا. هي الحاجات القصيرة دي؟ حاجات تلقائيا بتيجي في دماغي. ايوه هي من الحاجات القصيرة دي؟ يعني انا ما بقولش مثلا حد من حضرتك تقول لي توقع لي كذا، لا، هي الحاجات دي بتجيلي في دماغي، هاتف زي هواتف في دماغي يعني. طب جالك حاجة علينا بعد ما مشيت المرة دي؟ ما تخافش. لا. كنت هتقوله غيرت رايك. لا. ايه؟ هو مفيش حاجه. ما جالكش اي حاجه علينا خالص؟ ما كلموكش علينا خالص؟ هيكلموني ليه؟ ها؟ مش حضرتك ما صورتيش بقالك شويه؟ من ساعه اخر مره كنت هنا؟ خلاص يبقى العفاريت بقى زي ما حضرتك ما قلت. بس انا ممكن اقعد النهارده بالليل اقرا سوره البقره ولا فيك بيهم. لا انا قلت لك ان انا مش بحضر. انا مجرد اللي انا فسرته واللي انا عايز اوصل له سواء بقى علميا او روحانيا انا اللي بيحصل فيها كده ده اللي انا جاي عشان. طيب علميا احنا انا عايز التفسير علميا مفيش علم. ممكن حضرتك علميا مفيش علم. تسمع في علم. ممكن حضرتك تسمع مني. لا يا استاذ رامي الموضوع الرغليفي ده مفيش علم. الدكتور بيقول ان كل اللي انت قلته غلط. 70% من اللي بيقول فيه غلط اللي هو بيدرس في الكتب والناس عارفاه. 70% غلط. انا ما بتكلمش على الكتب. بالمناسبه انا مصحح الكتب. لما حضرتك هتقرا عني وتشوف المحاضرات بتاعتي انا اللي بصحح قله الكتب دي مهمتي في ال 40 سنه اللي فاتت. العلم يا فندم اللي انا بقالي ساعه بسمعه من حضرتك علشان تي بس نطقتها صح هديك 3 من 100. لا ده زائد هو مش تقييم بس استنى انا بقول لحضرتك انا مش محتاج تقييم. انا سمعتك لغايه انا اقول لحضرتك اسمع تحليل اسمع تحليل انا عشان انا مش بقى انا مش عايز انت مش عايز تعرف انت فين علميا. لا احمد انا معلش بعد اذنك عشان بس الجزء ده يخصني معلش. اتفضل. هو انت جيت مش عندي في البيت، انت جيت في برنامجي اللي هو بيتعرض في التلفزيون. شرف لي فاصبحت وشرف لي انا كمان فاصبحت مش انت جاي عايز تعرف انت عايز ايه وانت مش محل تقييم. لا انت جيت قلت قصه خارج نطاق الواقع للراي العام، فاحتراما منا للناس لازم نقيم عشان نقول لهم ده حقيقي. يعني لازم يقيم ويسال طبعا. ويمتحن وكل طبعا. حاجه عشان انا مش هاجي اقول اصل تي قابلت مش عارفه مين في تل ايه وتبقى معلومات غلط. الكلام اللي انا بقوله كله صح. اسمك من سيب حضرتك انت عايز تسمع صح مش النطق. انا جاي حاضر. لا انت قلت انا بعرف
هيروغليفي ثلاثه ما بتعرفش. انت جاي حق. مين قال كده؟ وكان جاي نص ترجمهولي. انت مين قال كده؟ 40 سنه دراسه يا دكتور. يعني انا قلت له نص مع الدكتور. لا 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 انا قلت لك نص مع الدكتور. انا بشوف احنا مش في احنا مش في مباراه. لا احنا في امتحان. انا بشوف لا مش في مباراه, احنا في امتحان بس مش في مباراه. هو بيقول دلوقتي قول لي نص وانا ترجمه. قول له حضرتك نص ويترجم. طيب انا قلت له هتديني صوح هتديني فوس ما اشوف نص ابن الحلال. تشوف نص؟ اشوف نص. اه معكش اي حاجه من الموبايل؟ انت احب اطلع من الموبايل حاجه تقراها؟ امر قوي قوي. بس احنا كده دخلنا في حته. بص لو انت مش هتصدق. انا والله انا عايز انا لغايه لما اخلص الجمله عايز اوصل لحل. احمد انا ماشي معاك كويس. احترم اللي قاعد قدامك. تحترمه ازاي؟ تحترمه ان انت تستنى تسمع اول وجود. انا قاعد بسمعك رغم فرق السن اللي بيني وبينك. رغم طبعا. فرق العلم اللي بيني وبينك. رغم ان انت بتقول خزعبلات عن المصري القديم واخطاء بدرجه 97%. يعني المفروض انا اقوم اسيب القاعه دي لان حضرتك مش فت ان انا اقعد معاك اناقشك وانت بتقول الكلام ده. كان مكمل ليه؟ عشان اللي قالته المدام الراجل اللي بيتفرج والست اللي قاعده بتتفرج دي يعرفوا الحقيقه. انت مش عايز تعرف الحقيقه وبتلخفن على الكلام. اتفضل وانا اتفضل. وانت هين عايز تسمع الصح, عايز تسمع المظبوط علميا. انت قلت عايز اعرف روحانيا. هنجيب حد روحاني وهنجيب دكتور نفساني. لا مش هجيب انا مثلا يعني. لكن انا بتكلم على العلم اللي انا جاي اتكلم فيه. حضرتك علميا الحاجات اللي ذكرتها كعلم وكهيروغليف وكبناء وكمعمار وبتعمل غلطات ما يقعش فيها طالب في سنه ثالثه ابتدائي. لا هو السؤال حاجه تانية معلش. اذا انت لا ياتيك الخبر من مصر القديم ولا ياتيك الخبر من ممكن تين. نفهمه ولا ياتيك ممكن نفهمه قصد حضرتك ايه؟ اتفضل. انا النهارده قلت ده انا يا جماعه بقيت ست بركه وبحلم بمثلا ايام غزوه احد خلاص وبنام وبحلم فعلا بغزوه احد. ممكن اجي اقعد قدام حد في الشريعه او الفقه او كده يقول لي كل الكلام اللي انت بتقوليه عن غزوه احد ده مش حقيقي. يعني ما انت في الاخر انت بتشوف حاجات وبتحلم بحاجات وبتعمل حاجات. الحاجات دي مش حقيقيه. مش حقيقيه لما تيجي للعلم. زي بالظبط ما انا لو قعدت انت مقتنع انها حقيقيه عشان انت شفتها صح. طب انا ممكن اشوف حاجات ما تبقاش حقيقيه. يعني ممكن ابقى انت في حاجه بالانجليزي اسمها داي دريمينج. عارف يعني ايه داي دريمينج؟ يعني انا ابقى قاعده سرحانه كده واتقل في عالم اخر اشوف حاجات. داي دريمينج يعني انا صاحيه وشايفه حاجات شايفه حاجات بتحصل قدامي واجي احكيها يقول لي على فكره ده ما حصلش. طب انا ما حددت وايه الحل؟ ايه الحل؟ هنشوف. انا بتكلم في كلام واقعي. احنا ماشيين حاجه. انا بتكلم في كلام ماشيين. بص الدكتور قال كلمه مهمه قوي. اول حاجه وصلنا لها من اللقاء ده ان الرسائل اللي بتجيلك دي مش من المصري القديم.